الهدف من اللقاء هذا تاعنا هو خلق جسور التواصل والتنسيق ما بين الفاعلين، وهذا لتشجيع الروح الرياضية، وبهدف كذلك التسيير الأحسن للتظاهرات الرياضية التي تجذب أكبر عدد ممكن من المناصرين. مبادرة حميدة نثمنها، و يعني ما كناش نتوقعوا في الخطوات تاع السيد المدير العام للامن الولائي لولايه الغواط يعني تكون كما هاك. تفاجئنا بهذه الخطوه، والحمد لله يعني المصالح تاع الامن دائما منافقين الرياضه ودافقين الرياضيين. مبادره طيبه اللي نتفائل بها خير ان شاء الله بالموسم الرياضي 2017-2018، وهي يعني كانت مبادرة طيبة يعني في الاتجاه أنه راح يكون إن شاء الله يعني عمل تنسيقي بين جميع الأطراف الفاعلة، جهاز أمن، نوادي، إدارة محلية أو إدارة التي تشرف على المنشآت الرياضية بصفة عامة.